علينا ون فوقنا بنا خيامة شرقي سوقع كاضي مطره هملنا بيني ورده والندى عشق غرامة هيا بالقمري على غصنه وغنى. أهلا بكم مشاهدينا الكرام في رسالتنا لهذا اليوم من أرضية ميدان الطائف ضمن فعاليات مهرجان سمو ولي العهد لسباقات الهجن، أيضا من أرضية الفعاليات المصاحبة لهذا المهرجان. دعونا وإياكم نرى الترشيحات التي تسبق شوط الرموز في هذا اليوم. سلطان سالم الشمري طال عمرك. سلطان، سلطان ترشيحك اليوم؟ والله ترشيحنا مع الرياسة. مع الرياسة. مع حقنا الرياسة. يعطيك العافية. شوط الشيوخ عندنا بإذن الله الواحد الأحد، فالبكار رياسة. من؟ عند تركي مطيرة القدامي. ونعم الله. بإذن الله الواحد الأحد. عطنا اسم المطيرة. ألف هادي أبو. فالكم الناموس. وياك. فهد الشريف حبيبي. ونعم يا ما عليك زود. الله يحفظك. الله يبقيك. توقعاتك الأشواط الرئيسية انطلقت اليوم في شوط البكار والقعدة. والله أشواط كلها قوية. إن كان هجنة الرياسة أو النايفات. كلها قوي. صوتك يروح لمن ان شاء الله؟ النايفات اكيد. هذا من ناوز ان شاء الله. فانا فارق ان شاء الله. جعلنا ون فوقنا بنا خيامه شرقي سوقع كاضي مطره هملنا بيني ورده والندى عشق غرامه هيا بالقمري على غصنه وغنى. مرحبا على الكاس كاس ولي العهد في هذا المساء بقيادة المجاز محمد بن عتيج بن زيتون المهيري. سلام يا دولة الإمارات، سلام. وهي انطلاقة الكاس الثاني، الكاس المفتوح لسن الثنايا الجعادين وجائزة هذا الشوط. بالإضافة إلى الكاس هناك نصف مليون ريال سعودي يدوج. والكاس الثاني، سلام يا دولة الإمارات العربية المتحدة، سلام سلام على هذا الأداء المتميز دلمان من سلالة الجذاب، سلام يا أهل حائل، أيضا سلام على هذا الإنتاج الطيب. تهانينا للمقام السامي سيدي صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد النيان رئيس الدولة على تعلق هجن الرياسة في كل مكان وفي كل زمان. مصحوبة تهاني إلى سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد النيان ولي عهد أبو ظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة وسمو الشيخ منصور بن زايد النهيان ومعالي الشيخ سلطان بن حمدان بن محمد النهيان وإلى المضمر علي بن جميل الوهيبي وإلى جماهير مؤسسة هجن الرياسة. المركز الثاني أيضا لهجن الرياسة، المركز الثالث لهجن الرياسة، المركز الرابع، الرابع والخامس ماخذ التوقيت والإعادة من مخرجنا وسامة الهواري. مشكور يا ابو طلعه على هذا الاخراج، على هذه الصوره المميزه. ها هو دلمان ساعه وصوله الى خط النهايه وهو يخطف الرمز، يخطف الكاس الثاني الى دوله الامارات العربيه المتحده في زمن وقدر 11 دقيقه ثانيه 24 جزء من الثانيه. تهانينا لمؤسسه هجن الرياسه، تهانينا المضمر علي بن جميل الوهيبي والذي وصل في المركز الثاني. هذه القصيدة هديت أمام السمو الأمير فهد بن جلوي رئيس الاتحاد السعودي، وأكبر شرف أن أشاد بها فالهجن. يا الله يا المعبود يا الرب القدير، تحفظ ملكنا والوفا والعهد له، ولي عهد السيف يمناه الشطير محمد المطنوخ عالي منزله. وسلام يا الأمير جبن المستجير، ينصاك من كبرت عليها المعذلة، أمير لجدودك وبالأفعال أمير، جمعت عز وشموخ ومرجله جدانك أهل الفعل في اليوم العسير، يوم النهيج المعركة لزلزلة. يا ابن جلوي يا صاحب الاسم الشهير، بين النشامة لك مقامة
ومنزله فهد ولك ميقاف فاليوم الخطير من يعتزي بك فالمواقف عزله الله عطاك الجاه والقدر الكبير ومكانت بين الرجال مجمله لك فزعة تخلي الكايد يسير يا طيب الفزعات راعى الاولى الهجن في عادك لها نظام غير تمر يا الامير بافضل مرحله لاجل تراث الهجن سويت الكثير والخير مقبل فليال المقبل على الهجن تشكرك يا صفا الضمير رياضة بين الجميع مفضلة وسلام. وياكم لختام رسالتنا لهذا اليوم أعزائي المشاهدين نودعكم على أمل اللقاء بكم بإذن الله في يوم السبت القادم. جهلنا وين فوقنا بنا خيامة شرقي سوقع كاظم.